السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. لو عندك طابعة موديل HP Laserjet برو 400 اللي الشاشة بتاعتها تاتش، وعايز تعدل حاجة في إعدادات الشبكة بتاعتها، سواء عايز تضيف لها IP أو تعدل الIP الحالي اللي موجود عليها، في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم إزاي نضيف IP للشبكة بتاعت الطابعة أو نعدل الIP الحالي اللي موجود فيها. تعالوا بنا نشوف هنعمل كده إزاي. دي البرينتر HP موديل LaserJet برو 400. وعلشان نعدل الاي بي بتاعها هنضغط على ايقونة المنيو سيت اب او السيت اب منيو، ونختار نتورك سيت اب، ومن نتورك سيت اب هنختار اي بي في 4، وبعد كده هنختار مانيوال. هيطلب مننا ان احنا نكتب او ندخل عنوان الاي بي اللي احنا عايزينه، فطبعا هتكتب الرينج اللي انت عايزه او اللي يوافق شبكة عندك. عن نفسي هكتب 192.168.0.0.1.0.30، وده هيكون العنوان او الاي بي بتاع البرينتر. بعد كده هدوس اوكي، ورسالة الكونفيرم ديت هقول له يس. وبالنسبة للسبنت ماسك هسيبها الوضع الديفولت زي ما هو، هقول اوكي، وبعد كده هقول Yes. وبالنسبة للديفولت جيت واي هحط له الاي بي بتاع الراوتر اللي هو 192.168.0.0.1.0.0.1، وهقول اوكي واختار يس. بكده نكون ضفنا عنوان اي بي للبرينتر بنجاح، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا النهاردة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.